تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. إذا كان النظير يشبه النظير فإن الشريعة لا تحرم هذا وتبيح هذا، وإذا كان هذا النظير لا يشبه هذا النظير فإن الشريعة لا تجمع بينهما. وهذا مضطرد، وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء، والخلل يأتي في التطبيق العملي. فأحيانا يأتي شخص يفرق بين متماثلين وهذا غلط، لأن الشريعة لا يمكن أبدا أن تفرق بين متماثلين. كأن تنهى الشريعة مثلا عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم يأتي شخص مثلا يبيح النظر إلى الصورة، يقول نهي عن النظر إلى وجه، هذا لا يختلف عن هذا. الشريعة لا تفرق بين متماثلين، وإذا حرمت الشريعة الأدنى كان الأعلى من باب أولى. فشخص مثلا يطارد امرأة، فلا نحتاج إلى أن يقول شخص ما هو الدليل على تحريم مطاردة امرأة، لأن الدليل جاء في النظر، قل لمن يغض من أبصارهم، هذا أولى بالتحريم، هذا أولى في التحريم. كذلك لا تجمع بين متفرقين، لا تجمع بين متفرقين، هذا لا يشبه هذا ثم تجمع بينهما. الشريعة لا يمكن أبدا أن تجمع بين هذا وبين هذا. وهذا يختلف كما قلت لك التطبيق العملي بين العلماء. أحيانا إذا قوي فقه الرجل وقوي علمه قوي اضطراده، لم يوجد عنده هذا التراقب، وإذا قل علمه أو كان علمه مبنيا على غير الأصول، ما عنده ذاك التأصيل الأصولي ولا عنده ضبط لقواعد الفقه ولا عنده معرفة بمقاصد الشريعة، مثل هذا عادة تضطرب عنده الفروع ويخبط خبط عشواء، يبيح هذا ثم يحرم نظيره، ويحرم هذا ثم يبيح نظيره، وهذا خلط في العلم. كلما كان إنسان أقوم بأصول الفقه وبقواعد الفقه وبمقاصد الشريعة، كلما كانت أصوله أضبط، وكلما كان مضطردا فيلحق النظير بالنظير. أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة والجامع. أحيانا يكون في أصل وفي فرع وفي علة، ولكن يكون الفارق أقوى من الجامع، فمتى ما كان الفارق أقوى من الجامع لم يجز إلحاق الفرع بالأصل، لأن هذا يسمى عند الأصليين القياس الفاسد. وإذا كان الجامع أقوى من الفارق كقول صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأهل السنن. بعض الفقهاء كالحنابلة يقول يلحق بالهرة ما كان في حجمها، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بالحجم ولا في قرينة تدل على التعليل بالحجم. لأن علل طوائف أخرى من الفقهاء أن العلة تطواف، وهذا ظاهر الخبر، إن فإنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذا نلحق بالهرة ما كان بمنزلتها في التطواف، سواء كان دونها في الحجم أو سواء كان أكبر منها في الحجم، فهذا مقتضى النظر، هذا مقتضى النظر، وهذا إذا أردت أن تلحق الفرع بالأصل. كذلك بمنزلة القتل، حين ننظر القتل ومقصود أن يقتله بمثقل، قتل العمد، أن يضرب بمثقل، أن يضرب بمثقل. الشريعة لا تفرق بين أن تضرب بساطور أو أن تضرب بحديدة أو أن تضرب بخشبة قاتلة أو أن تلقي من سطح أو أن تغرق بالماء، لا تفرق الشريعة بين هذا ولا هذا، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. بعض الناس تصور أن القتل إذا قتله بمسدس سمي قاتلا، وإذا قتله بضربه بحديدة فمات سمي قاتلا، وإذا أتى بخشبة ضرب على رأسه فمات سمي قاتلا، لكن لو وضع السم له بالطعام حتى مات سمى قاتلا، لو غرق سمي قاتلا، لو أسقط من سطح كان يطل على جبل أو على سطح ثم دفعه سمي قاتلا. لا فرق الشريعة بين هذا وهذا، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، لأن العلة واحدة في هذا الموضوع. وأمثلة ذلك كثيرة على هذا النمط.